يا إلهي 997 متابع يا جماعة الخير. بهذا الفيديو أرقام رهيبة، مبالغ عالية، أجواء حلوة، درجة الحرارة تقريبا 28، يعني أحلى منها اليوم ماكو. أحلى صلعية ملط بالموس صفر، ماكو أحلى منها. احنا نقول العراقيين قرعية صلعية قرعية، يعني يا جماعة الخير. طبعا اليوم حبيت أسوي هذا الشيء بسبب انه درجة الحرارة جدا عالية اليوم، طبعا يعني احلى من هذا الجو ماكو. المهم فحبيت انه اضربها موس واطلع بدون اي شيء على مود يصير كل الاماكن سوداء، اللي انت تشوفون الطبع هنا مثلا هنا اكو شيء، هنا محترق وجهي. شوف هذا ما شاء الله واقف على طريق مال البايسكلات. المهم هنا محترق وجهي بس هنا ابيض، فانا حبيت اضربها موس واطلع وخليت تشمس يعني بالشمس على مود يصير كله اسود، يعني يصير تعرفون شو قصدي. المهم قول يا الله. سيدي رسالتي، اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الحلو العفوي سريع، يعني اخبار معلومات جديده. اول خبريه محمد، ان شاء الله محمد حبيبي عز قلبي اللي هو السوري، تعرفوه انتم من فيديوهات الفارس، اللي حيساعدني بتصوير تصوير طلبات بالعربي، يعني يشرح لكم نصائح والى اخره، يحاول يشرح لكم اشياء، يوريكم باللغه العربيه، واني ان شاء الله راح اسوي باللغه الالمانيه. يا جماعه الخير اللي يحب يتعلم اللغه الالمانيه او يحب همات، اكو ناس يتكلمون اللغه الالمانيه او ناس مثلا يوصلون طلبيات بالاوبر بس هم مثلا من ايران او اماكن او دول ثانيه، فهذا الشيء انا عاجبني جدا انه اسويه على مود الناس اللي يتكلمون اللغه الالمانيه. بمناسبه الالف متابع ان شاء الله قريبا بعد 3 متابعين ان شاء الله راح تطور قناتي، وهذا الشيء طبعا حيعيد لكم. الله سبحانه وتعالى يعرف اني ايش دا اسوي وايش دا اساعد وايش دا انطي، يعني هذا الارباح دا اربحها اني الحمد لله والشكر، دا احاول همات اوزعها حتى الله سبحانه وتعالى يعطيني اكثر ويعني يساعدني انه اتطور بحياتي ان شاء الله اكثر. وهذا الشيء طبعا لكم همات عادي يا جماعه الخير. حبايبي هذا الشيء اتمنى تتفهموه انه محمد يساعدني باللغه العربيه، فمحمد راح يحاول ان شاء الله هم يصور اليوم. طبعا احنا عندنا تحدي انا ومحمد، البارحه بلشنا بالتحدي، طبعا البارحه ما شاء الله اشتغلنا هيك، يعني انا ومحمد اشتغلنا على يعني وقت فراغنا، ما شاء الله محمد طلع مبلغ اكثر من عندي يا جماعه الخير، فخلى نظريتي لتوصيل طلبات بالصيف غيرها، يعني نفس الشيء بالصيف بالشتاء نفس الشيء، بس هو مسألة رزق لا اكثر ولا اقل. فلهذا السبب ان شاء الله حتجي اشياء جديده يعني واخبار وتطورات بالقناه، فقولوا يا الله. سبب اختياري لمحمد انه يساعدني بالقناه انه القائه ولغته العربيه اقوى من لغتي، يعني يعرف يحكي، يعرف يسولف، يعرف يشرح، فهذا الشيء طبعا جدا شجعني. وان شاء الله الاسبوع الجاي احنا انا ومحمد مسافرين الى جزيره اسبانيه يا جماعه الخير، جدا معروفه يسموها جزيره المانيه ولكن هي اسبانيه. طبعا اللي يحب يعرف هاي السفريه ويا محمد ويشوف، عباره عن مسلسله راح اسويها انا تقريبا 20 دقيقه كل حلقه انا ومحمد. اللي يحب يعرف يشوف هذا الشيء فيدعمنا يشترك بالقناه، يفعل زر الجرس والى اخره، حتكون سفرية جدا حلوة. هاي أول مرة أسافر ويا محمد أني، فجدا متشوق يا جماعة الخير، والله ما أعرف شلون أشرح لكم شعوري والله. طبعاً أنا كنت أونلاين اليوم يا جماعة الخير، يوم الأحد، الطلبيات ما شاء الله حلوة، فسويت نفسي أونلاين من الساعة 9، ولكن يعني ما طلعت من الشارع تقريبا الساعة 11 ونص، مسوي لحد هاي الدقيقة 37 يورو سنتات، موصل تقريبا 4 طلبيات او هذا الشيء. طبعا محمد ما شاء الله دا يشتغل حاليا منطقه ثانيه في منطقه فيها طلبيات جدا كثيره يعني، فالبارحه طلع مبلغ جدا حلو اكثر من عندي. الله اعلم، احنا حاليا في تقريبا في وسط المدينه او بالاحرى اماكن تكون فيها طلبيات قويه، بشارع جدا احبه اني اللي هي البنت هودة. البارحه ما شاء الله اشتغلنا تقريبا الساعه 10، البارحه انا اشتغلت تقريبا 8 ساعات، وصلت مبلغ جدا رهيب يا جماعه الخير، يعني 110 يورو، وهذا الشيء طبعا وقت الفراغ، يعني كنت اصور
جيت اسوي مونتاج على الفيديوهات ونفس الوقت اصور، فهذا رهيب يعني. طبعا هذا المطعم اللي رايح له انا حاليا جدا احبه يعني حلو، والاكل مالته هم اكل صحي، فيعني جدا عاجبني اروح اجيب طلبيه هاي والله. يا بول كوركت تاكا ديو اوشو تاكا تشاو. طلبية حلوة مو بعيدة عني، تقريبا كيلومتر وست 600 متر، يعني 1 كيلو 600 متر. فقولوا يا الله حبايبي. شوفوا يا جماعة الخير، 72 كيلومتر اقدر امشي بالتروبو توربو. اذا اسوي مثلا ايكو، شوفوا يا جماعة الخير 164 كيلومتر. طبعا هذا الشيء، طبعا هذا الشيء يا جماعة الخير بالصيف يزيد، يعني كل ما تمشي اكثر بدون ما تتوقف وتضرب بريك يصير العدد مال الكيلومترات بالايكو يوصل ل 200. هذا طبعا هذا الشيء انا مره صورته والله. المهم نروح على اليمين، خلينا نشوف ايش قد انا مشيت هذا الشهر، 3236 كيلومتر. طبعا هذا بس بهذا الشهر، من اشتريت، من يوم اشتريت بي البايسكل الدراجه الهوائيه لحد هذا اليوم. تسمعون صوت البايسكل يا جماعه الخير؟ مع الاسف البايسكل جدا ما اعتنت به اخر المده، يعني ديسكات مال البريك مع الاسف ما غيرتها، فخلصانه حاليا يعني راد لي اغير الديسكات على مود اقدر اضرب بريك يعني بسوي الفرامل. ماشي اني بالبايسكل هذا من يوم اللي اشتريته لحد هذا اليوم 26,744 كيلومتر. شوفوا طبعا بسبب قلة الوقت يا جماعة الخير، فما عندي مع الأسف وقت اني اروح اصلح البايسكل او اعتني بالبايسكل، فلهذا السبب اني راح اشتري بايسكل جديد يا جماعة الخير. هاي المرة ما اشتري بايسكل او دراجة هوائية كهربائية، ولكن اشتري دراجة هوائية للسباق. هي تكون مو معينة للسباق، يعني مختصة للسباق، ولكن تكون يعني الانسان ممكن يسوق هاي البايسكل للسباق ويمشي فيها يعني سرعات جدا عالية، 40 كيلومتر، 50 كيلومتر، 60 كيلومتر، ونفس الوقت يوصل بها طلبيات. طبعا هاي الدراجة يا جماعة الخير جدا غالية، ان شاء الله يعني قريبا راح اشتريها اني، وان شاء الله همات راح اشترك بسباقات الدراجات الهوائية بالمستقبل، يمكن السنة هاي او السنة الجاية كانت طلبية. طبعا تكون السرعة ما بين 100 كيلومتر بالساعة الى 150. هاي السرعات يا جماعة الخير جدا معروفة باليوتيوب بالسباقات الدراجات الهوائية وهالاشياء هاي، فتابعوني اشتركوا بالقناة ادعموني حبايبي، اشترك يعني فعل زر الجرس، هذا جدا 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 مهم، وان شاء الله راح تشوفون هالاشياء بعيونكم وتفهمون وهمات يمكن هذا الشيء يشجعكم يعني، الله اعلم. كله يا الله. طبعا الأكثرية ما يطلعون برا، وهذا الشيء طبعا سلبي، المفروض الأكثرية يطلعون برا وينتظرون ياخذون طلبية بنفسهم، لكن الألمانيين ما يسوون هذا الشيء، يتعاجزون ما يحبون يطلعون برا، فلهذا السبب انا شو اسوي؟ اعطيهم يعني هذا الاصبع اللي جوا اقول لهم مكتوب انه ما طلع برا، ما اخذ الطلبية بنفسه، لازم اصعد لبرا، يعني اصعد للمكان للشقة مالته. طبعا اذا بي مصعد هذا الشيء يلا نمشيها نعبرها، بس اذا طابق الخامس، اذا طابق الخامس هذا الشيء صراحه جدا مزعج. ايش الصبح الحمد لله كل حال. هاي بيت شون نيكسس مال بيت اوسن بادن بيدو فنيش غانجين اسو اوكي، ده ist ein amerikanisches Unternehmen ist wie Lieferando. Auf Grund unserer Sicherheit, eurer Sicherheit, muss der Kunde draußen warten auf uns. Okay, du meinst draußen? Vor der Tour. Vor dem Tor? Genau. Also wo der Haupttor ist. Okay, ist mir neu. Steht ja auch. Alles gut, weil zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt mich beschwere und sage, der Kunde ist nicht rausgekommen, kann ich drauf so tippen. Ja. Kam nicht nach draußen. Ja. Das ist leider ein
Vorschrift. Die Unternehmen Uber Eats sagt, soll der Kunde draußen kommen. Und das steht auch bei Anweisungen. Okay, na gut, alles gut. Alles gut. Die meisten wissen davon nicht, alles gut. Mach nichts. Ciao, ciao. Da waren auch Akunas, mehr auch von Hatashi. Wakunas ist so ein Nefes und Rabbiin, yani. Wakunas, mehr يحترمون هذا الشيء, yani. مو يعني ما يحترمون الشخص حتى لو قال لهم هذا حتى لو نصحهم يبلشون يشتمون يغلطون على الإنسان وهذا الشيء طبعا جدا ما أحباني فبإمكان الإنسان مثلا هنا اللي وسط التربية يقول إن هو ما يحترم نفسه ما احترمني هاني يعني قال إهانة إلي وما فتح الباب ما طلع برا وبعدين شو تقول حفظ وبعدين تقول وصلته فهذا الشخص طلبية مالته أو الحساب مالته ينحجز يعني يصير ما بإمكانه يطلب طلبية مرة ثانية هذا الشيء اللي أعرفه أني عن طريق أصدقائي أو عن طريق المكتوب بالموقع الأوبايت يا جماعة الخير طلبية ثانية عن طلبيتي حاليا إن شاء الله بالمستقبل يا جماعة الخير راح أشتري بلم طبعا أنا حبيت أشتري SUV عبارة عن شيء واحد يقف عليه ويعني يدفع نفسه بالنهر ولكن هذا جدا خطر لان انا ما اعرف اسبح يعني ما اعرف اسبح بالبحر فاغرق فنصحوني انه اشتري بلم يكون صغير يعني عريض ومو يعني عالي جدا على مدى اصور بيه يعني شوف الاجواء يا جماعه الخير الكل طالع برا الكل بالبحر تشوفون هذا SUV واحد قاعد واحد يسوي اشياء جدا حلوه والله هاي طبعا هذا ان شاء الله انا مقرر اشتريه واصوركم بمناظر طبيعيه اصور بيه الناس يمكن اوصل طلبيه الله اعلم شوفوا يا الهي يعني اجواء رهيبه يا جماعه الخير رهيبه والله هاي طبعا هاي المنطقه بالشتاء تكون المياه متجمده والناس ما شاء الله الناس كلها مصلخة لابسين هدوم من ولا حاجة المهم نرجع لموضوعنا فأنا سافرت طبعا الشهر الخامس لكريت أكبر جزيرة يونانية طبعا هاي المسلسل يا جماعة الخير قريبا إن شاء الله حتصعد بمناسبة الألف متابع أصعد لكم إن شاء الله قدر الإمكان كل يوم هي حلقة ما بين 25 إلى 20 دقيقة ويعني بالتفصيل الممل يعني صورت كل شيء تقريبا الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الاربعاء اعتقد 14 بالشهر اسافر ويا محمد الى الجزيره الاسبانيه اللي هي جزيره اسبانيه المانيه وكل هالاشياء ان شاء الله يعني اشرح لكم اياها ويا محمد لما احنا نسافر لهذا المكان يعني سافرنا رح نسافر ان شاء الله الى جزيره احنا انا ومحمد ما كنا بهاي الجزيره من قبل هاي الجزيرة جدا معروفة خصوصا للألمانيين فقولوا يا الله وبالنسبة للسفرية الثالثة اللي هي في شهر السابع يعني ثلاث سفريات ثلاث عطلات شهر خامس والسادس والسابع والسابع إن شاء الله إلى ماليزيا طبعا هاي ممكن تكون أسبوعين أعتقد سفرية هم راح أصوركم تجربتي وأشرح لكم الأشياء الحلوة وأشوفكم الإيجابية والسلبيات إن شاء الله أنا حاليا مقابل أشهر فندق ألماني من هامبورغ اسمه أتلانتيك هذا الفندق جدا رهيب يا جماعة الخير اشتغلت بيه أنا شخصيا ووصل راتبي تقريبا بالساعة الوحدة إلى 30 يورو يعني جربت هواي أشياء صراحة بحياتي فأنصح أنا الناس يشتغلون يجتهدون يجربون اللي يحب يشتغل بتوصيل طلبات هذا الشيء هم أنصح بيه ولكن بعقل مو بجهد يعني انا اوفر واجيب فلوس السفر الى الدول الثانيه واسوي لكم فيديوهات مع السفر بس لان انا اسوي وصل طلبيات بالاوبر ايت يعني فلوس السفر كلها من توصيل طلبات يا جماعه الخير حتى محمد يعني رايه نفس رايي يعني مع العلم يا جماعه الخير انه توصيل طلبات مو دائما ايجابي لا تنسون هذا شيء يلعب دور
أنا حاليا في وسط المدينة، وسط المعمعة، وسط المظاهرات، وسط الطلبيات. هاي مظاهرات وظاهرات ورايا. طبعا هذا الشيء هنا هي المحطة الرئيسية للهامبورغ، يعني القطارات والطيارات والدنيا كلها تجي هنا. راح اجيب الطلبيه اول شيء. طبعا دائما يا جماعه الخير بهاي المنطقه تكون هوايه اشياء، يعني مظاهرات، مسابقات، يعني دائما اكو هنا اي شيء، ودائما هوايه ناس، وبتعرف ما حد يفتهم شو القصه اصلا. صار حرب الشوارع. فخلينا نشوف اول شيء المطعم الثاني. وين هذا المطعم الثاني؟ انا بمكان غلط، شو الموضوع؟ اي والله انا رايح بالاتجاه الغلط. اوبس. المطعم الثاني يا جماعه الخير كي اف سي، هاي الاكلات السريعه. طبعا هو كل توصيل طلبات اكلات سريعه، يعني معظم الاكل يكون مو صحي. وهذا المطعم يكون في وسط المحطه الرئيسيه بهامبورغ، فاندلهالا. طبعا الناس ما شاء الله صار حرب الشوارع هنا، يعني بشر بلا نهايه. شوفوا هاي لابسه تاتو ورايه، مسوي وشم جسمها كلها، يعني بشر من شتى الانواع. يا الهي شنو هاي؟ شوفوا شوفوا البشر، يا الهي. طبعا هاي انا جدا قليل اجي لهنا بسبب التحدي. طبعا هذا الشيء سويناه انا ومحمد البارحه هيك عفوي، يعني فوصلنا طلبيات، فقلنا خلاص اليوم نوصل طلبيات من الساعه 9 الصبح للساعه 12 بالليل، نتونس يعني شوية، نستمتع بالوقت، واحد يشوف الشمس، يوصل طلبيات، سوى مبالغ حلوة، يعني مبالغ جدا عالية. بنفس الوقت نستفاد، لأن احنا نحب نسافر هواية. يعني يا إلهي شنو هاي؟ شوفوا يا جماعة الخير هذا تمثال جديد، هذا التمثال ما شفته عندي قبل، تمثال جديد. والخارطة مال أوبر إيت ما تساعدك، يعني حتى لو تنقل شنو هاي؟ حتى لو تنقل العنوان من الجسمه من الأبيض للخرائط الجوجل ما يساعدك، فلازم عندك معرفه وخبره بعض الاحيان بهالاشياء. شوفوا هذا هو المطعم، واني مكان ثاني. من اقول لكم انه حرب الشوارع، يعني انا قصدي حرب الشوارع، حساسيه مرتفعه جدا قويه، يعني بسبب درجه الحراره جدا عاليه. ونفس الوقت الحشرات يا جماعه الخير، الذبان، البعوض، يعني اشياء رهيبه. طبعا انا رحت للبيت اخذت شاور صغير ولي، لان جدا جسمي كله انترس حشرات. ان شاء الله حشوفكم هذا الشيء اليوم. هذا المكان ما مسموح لنا نسوق البايسكل، الدراجه الهوائيه. بمناسبة الدراجة الهوائية يا جماعة الخير، هذا البايسكل اللي أنا عندي حاليا يمشي أكثر شيء مع مساعدات 25 كيلومتر بالساعة، والباقي طبعا أنا أمشي ما بين 30 إلى 35 25 كيلومتر بالساعة بهذه الدراجة الهوائية. إذا اشتريت الدراجة الهوائية الجديدة إن شاء الله، فأمشي مثلا 40 كيلومتر بالساعة، 60 كيلومتر بالساعة، فأوصل طلبيات أسرع وأسهل لي. ولكن يكون الدولاب يعني مالته الدراجة هي هاي، يعني هاي جدا ضعيفة، يعني نسبة الوقوع جدا عالية يا جماعة الخير. فواحد لازم ياخذ حذره حتى ما ينقلب او يسوي حادث. بمناسبة الحادث يا جماعة الخير، بارها انا سويت حادث ما شاء الله، وانا كنت قريب على المطار، يعني حبيت اصور الطيارات من ورا ومن قدام، واصور المحركات بالعدسه اللي هي 400 ملم، وبالروحه انقلبت بالبايسكل. والله سويت حادث، عورت نفسي. خلينا اشوفكم هاي، تشوفون عورت نفسي، والحوض مالتي مع الاسف همات، يعني وجعني شويه، بس يلا الحمد لله شكل ما صار شيء. واحد من حبايبي اللي دعمني على اليوتيوب كتب لي تعليق جدا حلو، قال لي محمد لما توصل طلبيات صور، اذا ما عندك طلبيه لا توصل، لا تصور قصدي. فاني هذا الشيء جدا اشكر هذا الشخص اول شيء. ثاني شيء يا جماعه الخير، طبعا انا اصور بعفويه، يعني اصور كل ما تخطر ببالي شيء احب اسولفه، يعني احب اشرحه فاصور. مو دائما عندي الذاكره مع الاسف
تعبانة جدا يعني. يا إلهي على جوا يا جماعة الخير، يا إلهي. ولا الموضوع إنه بشنو اللي خليني مثلا يعني شوية أنزعج، إنه الحرية هنا أنا مع الأسف مبالغين بيها جدا يعني. يعني النسوان يا إلهي يلبسن لبس مصيبة مصيبة، والله مصيبة يا جماعة الخير. الله أعلم إيش راح يصير بينا بالجزيرة الإسبانية. عن نسبة جدا قليلة ينتظروني برا. أنا هكتب لي أني وصلت وانتظر شوي هنا، فما أحب أصعد أنا هواية أكثر الأحيان طبعا الخامس، هذا الشيء ما يعجبني. يعني شركة توصيل الطلبات باللي في غندو يقول لك صعد الطلبية حتى لو بالطابق 15، بس بالأوبر يقول لك لا أنت معزز مكرم تنتظر برا، يجي صاحب الطلبية ينزل برا مثل الكرتة يعني، ها غصبا مع اللي يرضى وما يرضى ياخذ الطلبية بنفسه، وإذا ما يرضى ينزل تطي يعني تشتكي عليه أنت. ونفس الوقت هم ما كاتب اسمه يعني. أبي صراحة صراحة شوف يا جماعة الخير، أعطاني 2 يورو هو بالطابق الأولاني، راح أشيلها أني أقول ما يعني ما سوى شيء، وطيه أصبع لي فوق إنه هو خوش رجال يعني خوش زبون يعني. هو طلع بالطابق الأولاني فخلص يعني ما بيها مشكلة يعني. هاي بالطلبية الثانية اللي هي بظهري حاليا بالحقيقة هي بتكون بالطرف الثاني من البحيرة اللي هي بالنص في وسط هامبورغ الألستر، تبعد عني تقريبا 9 دقائق بالبايسيكل بالدراجة الهوائية. فقولوا يا الله تشوفون هذا، تشوفوا هذا أسود، هذا الأسود يعني مثل أصغر من النملة. هاي حشرات، تشوفون الحشرات، هذا يعني كل مكان من التيشيرت مالتي والقميص مالتي لين أبيض ينشاف بالعين المجردة، تنشاف هذا الشيء. بعض الحين أشوفه بالنظارة يعني أشوفه دا يمشي على عيوني. فتصوروا يا جماعة الخير هاي أشياء طب العين خلال ثواني يعني طب لك ذبانة بعوضة تعمل عين يعني، أو تعور مثل نحلة، أو إحنا بالعراق نسميه زنبور، هو مثل النحلة بس كبير ويأذي يقرص. منه همات أكو منه بالصين يقولون بسم يعني ممكن يموت الإنسان، هم هذا يسموه زنبور، الله أعلم شو يسموه. طبعاً جداً كبير يعني، شوف 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 تشوفون يا إلهي. بالصيف مصيبة، بالصيف الحشرات والحرارة جداً عالية، بالشتاء البرد المصيبة. أنا حالياً على الجانب الثاني من الألستا، طبعاً ما شاء الله البشر هنا أنا شنو، شوف المنطقة، شوف 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 الكل يمشي، جو حار ويطلع يوم أحد، جو جداً حلو طبعاً. وهاي على اليسار مالتي أكو سفارة أمريكية. هاي البيوت يا جماعة الخير على هاي الجهة أو عامية على بحيرة الألستا تكون ملايين الدولار اليورو يعني قصدي جداً غالية يعني مستحيل واحد يقدر يشتريها أو يأجرها. يعني إذا هو ملياردير إيه ممكن يوم من الأيام يشتري هذا، يعني يشتري فيلا هنا أو شقة أو يأجر شقة. فإيجارات جداً يعني مكان جداً حلو يعني، هو يكون على البحيرة، والسفارات أكثر السفارات تكون هنا، الدوائر الحكومية قريب على السنتر يعني قريب على مركز المدينة، وتكون همات بيها بارك هواية، بيه خضار هواية يعني كثرة يعني كثير يعني هواية، احنا بنقول بالعراقي يعني كثير. هاي السفارة المصرية وجدت طلبية همات. شوف يا جماعة غدا تمشي، تشوفوها جاي تمشي، صغيرونة يعني أصغر من النملة جدا صغيرة، بعض الأحيان عن النظارة. يا إلهي شوف النظارة يا جماعة الخير. طبعا هذا همات منزل ما ينزلون الأكثرية، طبعا 90% 95% ما ينزلون. علي بدي أتصل بي أني ما كاتب اسمه يعني ما أعرف وين أدق أنا أدرس. هلو هي سكوبايت اشتغلي تو ما
Ja, bitte runter, ich darf nicht reingehen. Bis gleich, danke schön. طبعا يسوون نفسهم غبيين. افتح لك الباب، يلا افتح لك الباب. لا يا تفتح الباب يا جماعة الخير. نزلي. ليش انزل؟ ما مسموح لي اطب هنا بالعمارة. يلا اوكي نازلة. اللي يحب يعرف السلبيات الحقيقية بخصوص الأوبر إيت يا جماعة الخير أو توصيل الأكل بالأوبر إيت، خلي يشترك بالقناة، يفعل زر الجرس، لأن إن شاء الله قريبا راح أشرح لكم بالتفصيل الممل الأشياء اللي تضر الواحد اللي وصل طلبيات أو السلبيات. أنا قصدي بكلامي عن سلبيات، يعني مو أي سلبيات، لا سلبيات، يعني سلبيات بلا نهاية يعني، وجدا مهمة. إن شاء الله قريبا راح أسوي هذا الفيديو. يا إلهي يا جماعة الخير، يعني الزبائن ما شاء الله يريحون القلب، يخلون واحد جوج يفرح. نسيت الرقم السري. استغفرك الله من ربي أتوب عليك. وهذا كله طبعا من وقتي يا جماعة الخير، يعني كل ما يكون الزبون سريع يطلع برا يعطيني الرقم السري، كل ما أنا أقدر أوصل طلبات أكثر وأسرع ويريحني يعني. يا يا نوما بيتا. ألو. يا حلو هيرست ميش. يا يا نوما 0372 في لين دانك شو انتك نوخ تشوز. المهم حبايبي راح اجيب الطلبية اللي وراها، طبعا هاي من السبوي في وسط المدينة، يعني بوسط المعمعة، احسن واغلى وارغب مكان، او يعني اكثر مكان يحبوه السياح والالمانيين او بالاحرى اللي عايشين بهامبورغ، اسمه يونفكشتيك. وهذا المطعم السبوي طبعا هذا معروف، انت تعرفوه انتو، قولوا يا الله. اي والله انا باليونفك شيك يا سيدي، وما شاء الله يعني الطلبيات جاي تنزل مثل المطر، الاجواء رهيبة. وشنو هاي؟ لك شنو هاي النسوان؟ جاي لبسن لبسن النسوان لبسن. يا الهي ثلاث طلبات من الصيدلية ما شاء الله. ايش قد وصلت؟ كم طلبية وصلت لحد هلا انت؟ انا وصلت لحد هاي الدقيقة 7 طلبيات تقريبا 60 يورو، ورايح اجيب طلبية الثامنة. ما شاء الله ما شاء الله، يعني مبلغ اعلى من مبلغي ها؟ الحمد لله والشكر، ربي رزقك يرزقك يا ربي ويبارك فيك يا رب. شفت يا اخي من تسمع كلامي والله تفرح تنجح. لك عمي انا خبره. ايه على قولة امام، والله خبره والله حلوه وخبره. تذكر المسرحيه مال عادل امام؟ يعني انت ماخذ التحدي بجديه ها؟ البارحه ما شاء الله طلعت مبلغ اكثر من عندي، واليوم هم ما شكلك حتطلع مبلغ اكثر من عندي. والله عمي شاطر بشرفي شاطر يلي يحبوا مدري شلون، والله اغنية ناسي عجرم يلي بيحبوا يقول شاطر شاطر الله اعلم. استغفرك الله ربي اتوب اليك. تعرفوا يا جماعة الخير شنو الاشياء السلبية بالمانيا وباوروبا والبلاد الاجنبية؟ الحرية بلا نهاية، يعني حرية الى درجة توصل السلبية، يعني حرية سلبية وليس ايجابية. وهذا طبعا هذا الشيء العكس عندنا بالبلاد العربية، الحرية ما موجودة عندنا مع الأسف، حرية الرأي، حرية الصحافة، هالأشياء هاي، حرية الشخصية. فكل ما تكثر الحرية كل ما يصير هذا الشيء سلبي. فالألمانيين يشربون مخدرات، يشربون أشياء رهيبة، يدمرون نفسهم، يلبسون لبس ما شاء الله يعني ما يسترون نفسهم. فهو هذا الشيء السلبي بهذا البلد. حبايبي أحد المشاريع إن شاء الله بالمستقبلية هو مثل هذا الشيء. تشوفون هذا البايسكل؟ هذا يوصل اشخاص شخصين تقريبا اكثر شيء من مكان لمكان بالدراجه الهوائيه. فهذا مشروع ان شاء الله بالمستقبل اللي حسويه انا ان شاء الله، في رادي مبلغ معين يسموه راس المال ان شاء الله، الله اعلم يعني بين 50,000 الى 100,000 ان شاء الله، واسس هاي الشركه. فهذا بالمستقبل اني طبعا انتم راح تعرفون هذا الشيء، وانا هذا الشيء ذكرته بهذا الفيديو، يوم من الايام راح اسوي هذا الشيء ان شاء الله. مع الاسف بعض الأحيان أتمنى إنه أنا أعمى، يعني ما أشوف، يعني يبالغون بالموضوع، يبالغون من ناحية اللبس، من ناحية الوشم. شنو هاي؟ يضربون وشم جسمهم كله يعني
يا اخي خلي الواحد يعني شنو هذا مزعج يعني مقرف يا الهي يعني سوي لك وشم وشمي يعني مو جسمك كله حتى بالوجه استغفر الله حتى هاي مسألة اللبس يا جماعة الخير او يعلموهم اهلهم هم صغار يعني هم عمرهم جدا صغير يعلموهم يلبسون جدا قصير الله اعلم ما يعني ما يشوفوا انه هذا الشيء جدا مبالغ به لا والمشكلة انه بشون الدعايات يا جماعة الخير يعني الدعايات مع الانتظار بالباص او انتظار بالقطار يسوون دعايات كلها تؤدي او يعني تلمح الى اشياء جنسية او اشياء يعني مبالغ بيها من ناحية يعني ما اعرف شلون اشرحها صراحة يعني بالغون بلا نهاية طبعا انا يعني صراحة شوي مزعوج بسبب هاي الاشياء اللي هي ما احبها يعني الكحول مخدرات واحد يعني نسوان البشر ما يسترون نفسهم خصوصا النسوان انا قصدي والاضرب من هذا كله مع الاسف رايح اودي طلبية اني لابشع اماكن هامبورغ يعني ألتونا وهالأشياء شتان شانسة وريبابان هاي كل أماكن تكون أماكن ديسكوات ديسكو مديسكو بارتي مبارتي هالأشياء والعياذ منها يعني عياذ بالله طبعا هاي يسموها المناطق الليلية أو الحياة الليلية مع العلم يعني على يميني أكو حديقة جدا حلوة بلاك بلوم يعني مختصة بالزهور شوفوا هاي صور هاي صور السيارات لما تكون سريعة جدا إذا يتجاوزون السرعة جدا المسموح لها فيصورهم وتجيهم غرامة بالبريد تكسر الظهر مثل ما كسروا ظهري احنا حاليا مقابل التلفزيون المهم خلينا نكمل قول يا الله شنو هذا كبره ما شاء الله هذا تلفزيون هاي مناره مال التلفزيون اللي هي مثل بغداد اللي عندنا بغداد جدا عالي شوف ايش كبرتها يا الهي هذول السوريين يسموه خازو مش يسموه الله اعلم المهم طبعا اليوم انا حبيت من قبل الشغل الساعه 9 الصبح حبيت اسوي برنامج افعل برنامج يتبع اماكن اللي اروح لها بالبايسكل يعني يسجل كل المعلومات كم كيلومتر وين مشيت انا بالبايسكل وهالاشياء هاي ولكن مع الاسف نسيت راح اشغله انا بعد شويه ونشوف قدر الامكان وين اروح انا وين اجي وش قد المسافه ايش قد المده وهالاشياء هاي كلها بعد لي 6 دقائق هذا هو البرنامج انا حاليا مفعله انه انا امشي بالبايسكل الدراجة الهوائية وهسه دا يسجل كل شيء يعني سجل السرعة المسافة الأماكن وين أروح يعني مثل عبالك مثل الخريطة يسجل كل شيء باللون الأزرق إن شاء الله حشوفكم يا بنهاية الفيديو تشوفون الرجل مع الناس هذا مكان سيركس هاي حديقة هنا حديقة بشتان شانسة مكان جدا محبوب للألمانيين يجون هنا يسهرون يشربون الكحول والأشياء هاي والعياذ بالله بس حديقة حلوة والله صراحة يعني وهذا المكان في سيركوس شوف البشر يا إلهي اللي يسوي باربيكيو اللي يتمشى اللي يقعد يدرس يقرأ مكان كلش حلو والله لأن حشرات بلا نهاية تشوفوها يا جماعة الخير قبل شوية طلعت واحدة حشرة من خشمي حشرة من عيني استغفر الله حشرة من كل مكان طبعا طبعا يا جماعة الخير ذبذبات مثل المطر جدا خفيفة أحس بيها بوجهي يعني مثل المي هاي همات طبعا تنشاف بالعين المجردة على النظارة همات كل مكان خصوصا لما يكون اشجار فهاي الاشياء تجي من الاشجار شوفوا يا جماعه الخير كتب اسمه الثلاثي بس ما طلع برا فاشتكي عليه انه ما طلع برا اكو مصعد اهي اذا اكو مصعد شو تسوي
بس هذا الشيء طبعا ما مسموح لنا يعني لازم ننتظر برا. ليش دي اطب يعني ليش ما تطلع برا يعني اوصل لك الاكل للشقه او اكلك همات واشطف لك همات شو تريد بعد؟ لا اله شنو هالبشر ذولي؟ انا بتاع تدور اسمه وين اسمه هذا؟ 50,000 اسم هنا أنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. هاي Es kann auch sein, dass du davon nicht wusstest oder hast du vergessen, was auch immer. Wir müssen leider draußen warten. Ach so. Der Kunde muss draußen kommen. Ah. Das ist eine Vorschrift. Ich kann das voll verstehen, wenn du das nicht davon wusstest oder was auch immer. Ja. Aber bitte nächstes Mal draußen. Okay, ja, kein Problem. Ich kriege also Getränke. Danke dir. Bitte. Ich freue mich auf eine gute Bewertung, wenn du möchtest. Machen wir. Danke dir. Ciao, ciao. Bani, Bakshish. يورو ونص يورو وسبعين سنت فلين هو حباب ومبتسم فحغير أشيل يعني أقول لهم إنه خوش رجال وأعطيه أصبع لي فوق يعني هيجي عافية مثل صدام حسين عافية إلك وعافية لأبوك ولأهلك ولخالتك ولعمك. يلا طلبية وراها. شنو هاي طلبية؟ يا إلهي ما احب هذا الاكل انا، ما احب هاي المطاعم، ما احب اكل جماعه الاوي. تعرفون جماعه الاوي يا جماعه الخير؟ هذا اكل جماعه الاوي، يعني مطاعم اكلهم يعني مقرف. ما ادري ايش يخلون بالاكل. بالاخير هيك اشياء يعني ما تنأكل يعني جدا مقرفه. حبايبي التغيير جدا مهم. بعض الاحيان يكون سلبي ولكن هذا همات ايجابي بنفس الوقت. بعض الأحيان يكون بس إيجابي، يعني هذا الشيء يعجبك وتقدر تتأقلم ويا هذا الشيء. طبعاً التغيير يخليك تتعلم هواية أشياء جديدة، يخليك تطور بحياتك، يخليك توصل إلى أهدافك وأشيائك اللي تحب أنت تأخذها أو توصلها أسرع. يا إلهي. فطبعاً أني لما كنت ببدريزدن، هاي المدينة اللي هي تكون جنوب شرق ألمانيا، مدينة جدا حلوة طبعا، عشت فيها تقريبا 6 سنوات 7 سنوات. كنت اصور بس، وكان مصدر رزقي التصوير، اعراس شركات والى اخره، ولكن كان يعني المصدر مو جدا قوي يعني. لحد ما قررت انه انتقل الى هامبورغ، طبعا هذا تقريبا قبل سنتين، وحبيت اشتغل بتوصيل طلبات لان ما عندي زبائن بالتصوير وما عندي مصدر رزق جدا قليل. فسبحان الله هسه انا حاليا دا اوصل طلبيات يا جماعه الخير، اصور واسافر، وصار يعني مهنتي اللي انا احلم بيها طول حياتي يعني مو بعيده عني. هاي المهنه اللي انا احب اسويها وهي السفر، السفر والشرح عن السفر او عن تجاربي اللي انا احب اسويها بالسفر عن طريق اليوتيوب. فصاروا يصور يا جماعه الخير عن طريق توصيل طلبات. تطورت والحمد لله وشكر، وبلشت اسوي همات يوتيوب للسفر وللتوصيل طلبات. وهذا الشيء طبعا جدا احبه. ليش؟ لان استفاد اني والمشاهد العربي هم دا يستفاد نفس الوقت. فهذا الشيء جدا 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 ما اعرف احكي، جدا حبيته وجدا يعني يونسني، يعني يخلي هذا الشيء ايجابي من كل النواحي. والله نسيت طبعا شو تحب اقول، بس المهم بعض الاحيان يعني واحد لما يشتغل بالكاميرا يا جماعه غير مو سهل. واحد يراد له يعني همات لباقه يعني واحد يعرف لازم يلقى يحكي يسولف يشرح. مو سهل واحد يقف مقابل الكاميرا ويقوم يسولف. يعني بعض الاحيان يراد له واحد شجاعه يراد له والى اخره. المهم طبعا يا جماعه الخير، بعض الاحيان اتمنى انه اني ما اقدر اشوف، لان احنا بلا شيء الله سبحانه وتعالى يعني غاضب علينا وساخط علينا بهالاشياء اللي الواحد يسويها، ما الله اعلم. الحمد لله وشكرا يعني اسوي اللي اقدر عليه اني يعني، ولكن يعني شلون اقدر اشتغل اني او اطلع واسوي او يعني اعيش حياتي مع العلم هذول البشر ما شاء الله. يعني برمضان يا جماعه الخير يعني مستحيل واحد يقدر يصوم او يعبد ربه اذا يشوف 24 ساعه كل 5 ثواني بنيه ملابسه شيء. يعني
يعني والله مصيبة مصيبة. المهم ابتعدنا احنا من المكان اللي انا ما احبه اللي هي حياة الليلية هاي، ابتعدنا من عندها، ولكن ايه رحنا مكان ثاني يعني سكني، مع العلم من مطعم ما احبه انا، مطعم جماعة الاوي، مطعم يسوي اكل مال جماعة الاوي يعني جدا مقرف. بح هاي هياته، هذول الالمانيين اكثر شيء يحبون ياكلوا هذا. والله شنو صحي، ولازم مهمات استمر انه جسمي ما يصير سمين، ما يكون وزني يرتفع، فاكل اكل جدا صحي يعني. طبعا يا جماعه الخير، طلبيه جدا مزعجه يعني، مزعجه مزعجه. طلعت طلبيها بها عصائر واشياء يعني، هاي انا دائما وصف طلبيه بالدراجه الهوائيه، اذا جتني مثلا طسه او جتني اي مكان عالي، وهاي لازم او اضرب بريك جدا قوي، انقلب هذا العصير وهاي الاشياء تنقلب. يا صخرة الله توبك يعني، الانسان واحد يفكر بالموضوع، يطلب طلبيه شربت او يطلب طلبيه عصير، يعني شنو؟ اكو ناس يطلبون طلبيه يا جماعه الخير قهوه، قهوه كافيه يعني، ما انا اقدر ما تقدر تشتري لك ماكينه صغيره وانا اسوي لك قهوه كافيه بالبيت، لا يطلب لك ما على ابعاد البحار على قولت المسرحيه مال مدرسه المشاغبين، ها تروح تتعلم عبر البحار او تعلم الناس عبر البحار. هذول يطلبون طلبيات مال كافي او يطلبون طلبيات مال قهوه مع عبر البحار، والله شنو يحب يشرب له قهوه تحشي ياهم سس شنو صدق كذي. حبايبي معلومة جدا مهمة، أنا أنصح يا إلهي شنو هاي، أنا أنصح الإنسان يشتغل بالطلبيات، توصيل طلبيات، سواء كان توصيل طلبيات أو توصيل الناس بالتاكسي، أنصح بهذا الشيء، ولكن أكثر شيء مدة معينة يعني، خل يعني لا تبالغون بالموضوع، وبعدين الإنسان يطور نفسه شوي شوي ويغير شغله. هذا الشغل يا جماعة الخير مو جدا صحي يعني، ولا جدا ممتاز، ودرجة الجودة مع هذا الشغل يا جماعة الخير جدا معروفة عالميا سيئة. ليش؟ لأن يعني خطر السيارات، حوادث، خطر الطقس، الإنسان يتعرض إلى الأمراض جدا بسرعة. صح فيها فلوس، ولكن فلوسها مو حلوة، ممكن تذب الفلوس بعدين لما تكبر بعمرك تذبها على صحتك. فأحسن ما تشتغل شغل يأذي جسمك، تشتغل شغل يفيد جسمك. ولكن انا انصح الانسان يغير من حياته، يجرب يتعلم على مو يطور نفسه شويه شويه، ويشتغل شغله ثانيه، او مثلا يعني يجمع في شويه فلوس ويشتري مثلا، يشتري مثلا على سبيل المثال مطعم، ويأسس مطعم، ويقوم بدل ما يوصل طلبيات يخلي ناس يسوون اكل، ويخلي الناس يوصلون طلبيات اليه. تفهم قصدي على شنو؟ انا كاتب بالبروفايل مالتي، بالحساب مالتي بالأوبايت، خلينا نشوفكم. هذا الحساب مالتي. طبعا انا حاليا عندي هاي يكتبون علي، عندي مطعم نين اعطوني اصبع لي فوق، والبقية همات ثلاث اشخاص مشتكين من عندي، انه الله اعلم مش مشتكين، 96% الناس راضين من عندي يعني يحبوني والى اخره. وهنا انا كاتب Tomorrow I deliver food. Today I deliver food. Tomorrow I open my restaurant. يعني أنا اليوم أوصل طلبيات، وغدا راح أفتح مطعمي. فهو هذا هدفي من حياتي يا جماعة الخير، إن واحد يطور نفسه دائما 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 يطور نفسه. طبعا يوم التصوير ما شاء الله يعني خرافي، الكاميرا تتحرك تنهز، مرات اصور هيجي مرات اصور هيجي مرات اصور هيجي، فاعذروني لان انا اليوم حبيت يعني حبيت اجرب شغله جديده. طبعا هذا مكان جاي لك مره، مكان حلو والله، شوفوا الشغله جدا حلوه. طبعا خليها بصف الزباله يعني، كلش حلوه، بس حبيت اشوف لكم اياها يعني. طبعا انا ما عندي ما عندي بيبي يعني، ما عندي طفل، لكن هاي الشغله جدا حلوه، ممكن تعجب شخص ثاني، ممكن اسال محمد هذا الشيء، جدا حلو والله.
عربانة من الخشب للأطفال. شوفوا شوفوا خليها بصف الزبالة. لا والله عربانة شنو هاي؟ عربانة للأطفال شنو هاي؟ يمكن هاي مال خضرة ما خضرة. والله حلوة ها. طبعا هاي دائما تلاقوا بالشارع أشياء يرموها بالزبالة يعني مستخدمة فيرموها بالزبالة يخلوها على مكان ممكن شخص يجي ثاني ويأخذها إليه. بعض الأحيان كناطير أو كنتور للملابس أو ميز أو أشياء يعني جدا يعني ممتازة وجديدة يعني بس قديمة مستخدمة أو من الطراز القديم يعني. شوف هاي همات يخلون هدوم يعني ملابس يخلوها بالشارع مستخدمة أو ألعاب مع الأطفال سيديات يعني أشياء هواية خصوصا هاي الأشياء تلاقوها يا جماعة الخير بالمناطق السكنية. حبايبي شوفوا محمد وين واني وين، بيناتنا تقريبا ساعة ونص أو ساعة بالبايسيكل يعني بالدراجة الهوائية. طبعا احنا دائما نتصل ببعض ونشرح ونسولف وندردش، نسأل مثلا كم طلبية سويت انت، ايش قد سويت فلوس، وين انت بيا مكان، هل ترى انت مزعوج حاليا او ما مزعوج والى اخره. انا عامل يا سيدي، انا حاليا عامل والله ولا اقدر اشوفهني، لازم انتبه همات على الطريقة. عامل 67 يورو و 34 سنت وبراح مودي طلبية جديدة، طلبية يا طلبية الله اعلم. ايه بس الجو حلو ها. سمعوا يا جماعة الخير سمعتوا؟ لا ما سمع طبعا. هو عامل كم طلبية؟ كم طلبية عملت انت؟ ها هو ما يعرف كم طلبية ولكن هو عمل 71 يورو وقروش وانا عملت 67 يورو و 34 سنت وراح مودي الطلبية. يا طلبية طلبية التاسعة طبعا الساعة تقريبا الساعة بالخمسة حاليا الا ربع يعني لسه الساعة 12 بالليل ان شاء الله. تحدي مستمر مالتنا يعني بيني وبين محمد شيء رهيب جدا عجبني. قولوا يا الله نكمل الفيديو. شوفوا يا جماعة الخير هاي كلها الحشرات هاي طبعا عن نظرة همات مالتي هاي يا الهي طب بكل مكان بالاذن بالخشيم بالعين بكل مكان. لا تفتهموني صحيح لا تفتهموني غلط. طبعا طلبية جدا مزعجة شوية. انا حاليا قريب على المطار بس يلا الحمد لله والشكر على كل حال. كان جدا حلو سكني غالي نفس الوقت بعيد جدا عن السنتر يعني بعيد عن مركز المدينة لكن عوائل يعني الأطفال. شوفوا المكان شوفوا المكان يا جماعة يعني هذا يكون العوائل يعني اللي يحبون الهدوء ويدورون الهدوء. طبعا صار ساعة ادور على المكان ادور على البيت الصحيح بس ما ادري القاه. اي اي قرصتني 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 اي 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 والله قرصتني. وين هذا؟ هذا الوحيد اللي وراه حمات ما طلع اشتكيت عليه ما كاتب اسمه. جدا مزعج والله يا جماعة نبتعل يا اما تتصل بي يا اما تكتب له يا اما زي وين دوزاني ما بتكر ما اعرف الاسم. هل ترى هذا الاسم الصحيح؟ الله اعلم. استغفرك الله رب ويتوب اليك. شوفوا يا جماعة الخير هذا الاكل رمان وعصير على الاقل مصعد طبق ثاني. ايش السبب الحمد لله على كل حال. هذا البايسكل ورايا والله مليان ها كل مكان يعني
هذا اسود اسود يعني مثل البعوض اصغر من النمله. يا الهي يا الهي يا الهي، لو شفتوا شكله يا جماعه الخير يخري وشم وريحته تلعب النفس، ريحه المخدرات، هاي الحشيش اللي يدخنوه مثل السجاير، حشيش يدخنوه، ريحه الغرفه ريحه تطلع من الشقه، يعني المكان جدا غالي وراقي والشقه كلها اماكن راقيه جدا، بس الريحه تلعب النفس، الريحه مقززه يعني. يا الهي معدتي انقلبت يا جماعه الخير. شوف يا جماعه الخير، شوف 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 حاليا اني راح ارجع للبيت لان ما عندي طلبيه، تعرفون انا احب اسوي مونتاج على الفيديوهات واستغل الوقت، ما احب اروح اماكن بعيده عن البيت ولو على مود الفلوس لو على مود الطلبيات، يعني بعوض بلا بلا نهايه. يا الهي طبت بعيني طبعا ان شاء الله، بعيني طبت ان شاء الله. المهم صار 78 يورو و 45 سنت، الحمد لله على كل حال. لا احاول ارجع قدر الامكان، اذا جتني طلبيه اخذها، اذا ما جتني طلبيه اتركها. طبعا معدتي قامت توجعني صراحه يا جماعه الخير، يعني ريحه الريحه مال هذا الشخص اللي لما فتح الباب قلبت معدتي قلب، يعني مقززه الى درجه يعني. وعلى فكره انا ما احب المجتمع الالماني ابدا، يعني لا المجتمع الالماني ولا الاوروبي، يعني هاي المجتمع جدا رفاهيه جدا عاليه، توصل الى 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 يعني الرفاهيه توصل الى حاله سلبيه، يعني مخدرات واشياء ثانيه، فما احب المجتمع الالماني والاوروبي ما احبه ولا الاجنبي. هذا الشيء طبعا ما يليق الى يعني حياتي المستقبليه، ما يليق الى حياتي العائليه الاجتماعيه الدينيه، على العلم انه انا صراحة صرت اوروبي، يعني كأنما الماني، يعني البس مثل لبسهم، اتكلم مثل لغتهم، مع الاسف يعني قمت اتصرف هم تصرفاتي مثل الالمانيين مع الاسف. طبعا انا حاليا في وسط الحشرات والنباتات والاشجار، كل الاشياء طبعا تجي يا جماعة الخير من الاشجار الاني، لأن حاليا دا امشي يوني عليها. هاي الحشرات تطلع بالصيف، البعوض ما بعوض. شوف هذا البايسيكل، بايسيكل استعيرة يعني لإيجار مدة معينة، متروك هنا. اكو ناس ما يحبون هاي الاشياء، الاسكوتر، انا ما احب الاسكوتر صراحة، يعني احب البايسيكل كهربائي، بايسكل كهربائي وبس، او البايسكل العادي. يعني هاي الايسكوتر يا جماعه الخير، يعني هاي تضر المجتمع من ناحيه الفلوس، طبعا هاي الاطفال يحبون يركبوها يعني، فليش صارت هاي الشركات صارت جدا غنيه؟ بسبب الاطفال، لان الاطفال ياخذون فلوس من اهلهم او ياخذون الكارتات الكريدت كارد مال اهلهم مال البنك، يركبون هذا الشيء يروحون بيه للمدرسه او هاي الاشياء. قبل كنا نتمشى، كنا نتمشى نمشي مشي او نروح ركض او بالبايسكل، هالايام ما يعجبنا العجب، يعني لا بالايسكوتر ولا هالاشياء هاي، لا هالايام يكون عندك سائق خاص، يعني سائق سياره يوصلك للمدرسه وهالاشياء هاي. سبحان الله تغير الزمان، وين كنا وين صرنا. الحمد لله. هذا هو الـ SUV يا جماعة الخير، حبيت اشتري يعني بس بطلت اشتري بلم، ان شاء الله حشوفكم اياه بالفيديو القادم ان شاء الله. طبعا انا اموت بالجو الحار، 28 25 اكثر شيء 30، هذا الجو رهيب منعش حلو، اكثر من 30 يصير حار جدا، خصوصا هنا بالمانيا يعني بهامبورغ.
ولكن بالعراق هذا الشيء متعود عليه أنا. درجة الحرارة مثلا بعض الأحيان توصل بالعراق للخمسين أو أكثر الله أعلم. طبعا هذا الشيء يذكروه بالإنترنت بس الله أعلم حقيقة وين هي، يعني ممكن يكون أكثر يعني. المهم هذا الجو حلو جدا اليوم، يعني هذا منعش بيه هواء شوي قوي سريع يعني. لا البايسيكل انتهى بسبب الطصات، بسبب الطرقات البايسيكل ما مهتمين بيها، يعني طرقات جدا تعبانة يعني. هذا سبب البايسيكل يعني يراد له عناية أكثر. تقريبا كل أسبوع لازم واحد يعتني بالبايسيكل، وأنا والله صراحة أهملت يعني البايسيكل مالتي أهملته يعني. لازم أسوي دهن، لازم أسوي أشياء ثانية، هذا بسبب الوقت. هاي الحديقة على يميني حديقة شبيرة اللي هي حديقة المدينة يسموها شتات باك، وهذا الاتجاه هو يكون بيتي تقريبا. بعد 5 دقائق وصل للبيت، فإن شاء الله أسوي مونتاج، أسوي لي لقمة، أكل لقمة. إذا ما علي طلبية ليش ما أرجع للبيت؟ أهتم بنفسي شوية، أستغل الوقت أحسن من القعدة أو مضيعة الوقت برا، مع علم إن الحساسية همات تلعب دور وهاي الحشرات. الهواء عالي والله حبايبي، كأنما يوم الحشر يعني، يوم القيامة. شنو هاي؟ كأنما كل أرضية البشر على كل أرضية كلهم بهالحديقة هاي. شوف الناس وراي بكل مكان. يا إلهي شو القصة اليوم؟ اللي يشوي واللي يعمل باربيكيو واللي مصلخ ولا قاعد واللي لا إله إلا الله واللي يرقص واللي يلبس واللي ينزع. هلا هلا روح أبو جيس روح. جاتي طلبيه طبعا يا جماعه دخلت، جاتي طلبيات بالهبل على قولت الالمان شو اسمه المصريين، لان ماكو ناس يشتغلون بهذا الجو الحلو. الكل يحب يطلع يتمشى ياكل يطلع ويا اصدقائه ها، ويعني يقول لك هاي ليش دا اشتغل. هلا شوف هاي النازعه لابسه ستيان، لابسه ستيان عيني. شنو هذا؟ يا إلهي أقسم بالله جهنم وبئس المصير، يعني مصيرنا جهنم وبئس المصير صراحة. يعني شوفوا الكل نازع على قولت أمي، على قولت الحجية الله يحفظها. اللحم رخيص واللحم الغالي ما تلقاه بس بالبيت، مضموم يضم نفسه. يا إلهي يا إلهي 165 يورو 19 طلبية. يا إلهي يا إلهي ناس تشتغل وناس الله أعلم. يا إلهي شعور لا يوصف، يعني شعور لا يوصف. 1000 متابع يا إلهي، الحمد لله شكر. طبعا الحمد لله سبحانه وتعالى والشكر همات، وهمات أشكركم حبايبي، يعني صراحة شعور لا يوصف. طبعا كأنما أني ما اشتغلت ولا دقيقة اليوم من كثر الفرحة، عندي طاقة مو طبيعية. يعني خليني أشوفكم 1000 متابع وصلت اليوم تقريبا، يعني هذا الشيء سويته ويا محمد أني. طبعا الساعة 11 حاليا صراحة خلاص كافي، يعني احنا قررنا التحدي كان للساعة 12 بس خلاص، هاي يعني هاي مجرد بس واحد يجرب لا أكثر ولا أقل. يا إلهي
وصلت كم طلبية؟ 24 طلبية 213.32 سنت. هذا المبلغ يا جماعة الخير بحياتي من بداية الأوبايت لحد ما من بلشت أول مرة بالأوبايت لحد هذا اليوم ما وصلت هذا المبلغ. كان أبلغ أكثر مبلغ وصلت آني كان 171 يورو، يعني شعور لا يوصف. محمد بطاريته مال التليفون والبايسيكل خلصت، فأنا هم بطارية مال التليفون هم تخلصانة شوية، فأعتقد خلاص كافي يعني اليوم. محمد يبتعد عني تقريبا، خلينا نشوف وين هو حاليا. قررنا أن نلتقي هنا احنا بالبانهوف، يعني محطة مع القطارات. يجي محمد موصل تقريبا 19 طلبية و 20 طلبية الله أعلم، يعني 180-190 يورو مسوي هو اليوم. جبني طلبية والله. جتني طلبية يا جماعة الخير من المكدونالدز. فصراحة يعني أنا رايح للبيت أشوف، الله أعلم يمكن ألغيها بعد شوية، ما الله أعلم. خلنا أشوف، انتظر محمد أول شيء. يعني هذا هو البانهوف محطة. يا إلهي شنو هذا الشعور يا جماعة الخير؟ 1000 متابع، 213 يورو، 24 طلبية. شو هالأخبار الحلوة هاي اليوم؟ بس صراحة يا جماعة الخير صراحة يعني معروفة هذا الشغل مو صحي، يعني ما أنصحكم به، لا تحاولون تقلدوني. أنا حبيت بس أشجعكم لا أكثر ولا أقل. طبعاً اليوم يا جماعة الخير يعني صعب واحد يشرح هذا اليوم، يعني صراحة اليوم مو طبيعي. خلاص أنا حطفي، راح أخلي نفسي أوف لاين، كافي اليوم والله. مو بالله لغيت طلبية همات، انتظر محمد. خلينا نشوفكم ايش قد سويت هذا الاسبوع اني. 566 يورو يا جماعة الخير هذا الاسبوع. طبعا هذا المبلغ يا جماعة الخير جدا رهيب، شوفوا 213 يورو و 32، وهذا المبلغ بالنسبة للصيف جدا رهيب والله. شوفوا هذا مثلا الصيف جدا قليل، انا بالصيف يعني اهتم بالتصوير بالمونتاج بالبيت. ابقى كم ساعة مشتغل اليوم؟ يقول لي 14 ساعة. طبعا انا اعتقد مشتغل اقل، يعني 14 ساعة اقل. انا مسوي نفسي اونلاين 14 ساعة، مشتغل تقريبا 12 ساعة يا جماعة الخير. فبالنسبة يعني رأيي انا بالنسبة لي وإلكم، اذا واحد يشتغل 12 ساعة وهذا يكون يعني يوميا مو بس يوم الاحد، يكون هذا شيء جدا ممتاز. بس اذا واحد مثلا يوم ياخذ 50 يورو، يوم ياخذ 20 يورو، ويوم ياخذ 200 يورو، هذا الشيء ماكو يعني مو جدا ممتاز. فلازم واحد ما يقدر يضمن فلوس او يضمن ايجار البيت او اكل وهالاشياء هاي، يعني هذا الشغل ما مضمون. بس حبيت اعطيكم بعض المعلومات. يعني شو المبلغ الرهيب هذا اليوم؟ شو هالمبالغ الحلوه يعني؟ ها؟ قديش طلعت اليوم؟ قديش طلعت انت اليوم؟ 180. ثواني بدي اشوفك شغله حلوه. 180 يورو؟ شوف شوف شوف. شبايشان؟ بدي اشوفك وين مشيت انا. وين رحت؟ وين رحت هاي؟ كم طلبية؟ كم طلبية؟ 180. 20. 22 طلبية 180. بدي اشوفك شغلة جدا مهمة طبعا. ها شوف 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 يا الهي ما خلى الشارع ما مشيت بيه بالبايسيكل. شوف انا هون كمان يمكن يا الهي شوف وين رحت انا. ما بتطلع عندي انا هذا. فريت الالسة كله. بعرف يا الهي هاي من الجي بي اس هذه تبعت لي شو اسمه. ايه كم كيلومتر بدك تشوف؟ 213. كم طلبية؟ 24. اكثر من 2. طلبتين اكثر منك بس والله انا شديت هواية محمد، يعني انا اللي عادت برا تمام.
ما ها بيمشي 10 يورو تقريبا. انا عملت شيء 20 يورو تقريبا. اي والله؟ اي والله. والله حلو ها؟ بالبيت ما شاء الله. حبايبي وصلنا الى نهايه الفيديو. طبعا يوم خرافي 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 يعني. لا بس صراحه الشغل هذا يكون مبالغ بيه انا برايي يعني. يعني مبالغ بيه جدا يعني. ايه بس هيك حبينا اليوم بس حبينا نجرب شغله حلوه يعني. كان طقس حلو هيك والجو حلو. هذا البارحه بلشنا احنا وقررنا اليوم نشتغل يعني هالتلغي. المهم اتمنى لكم الصحه والعافيه. شكرا للمشاهده. نشوفكم مره ثانيه. مع السلامه. دردشت ويا محمد قبل شويه. هو شو يقول لي والله الشغل بالأوبيت احسه انه يونسني اكثر من اللي في غندو. وهذا طبعا هذا الراي نفس رايي يعني رايه. ما اعرف ليش يا جماعه الخير بس احلى. يلا والله احلى. سلام. يلا الله وياك. تصل بالسلامه. سلام شباب. مع السلامه. يعني ما اعرف ليش بس يونس يعني واحد يشتغل يحس بالقيمه يعني كانما واحد يعني يحس بقيمته يعني. لما الواحد بيشتغل بالشركات الثانية كأنما هو يكون رجل عالي يعني. وصل طلبية طلبية من طلبية طلبية من طلبية طلبية من طلبية طلبية ما يحس بأي قيمة ما يحس أي شيء. بالأوبايت تحس كأنما يعطيك قيمتك فلوسك يجازيك أو يعاقبك الله أعلم. فا والله يعاقبون همان. ها يا جماعة تخطع هذا الأشياء لازم أشرح لكم إياها إن شاء الله بالفيديو الجديد. يلا خلاص كافي هذا اليوم. لغينا هواية. السلام عليكم.